وينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني ليطلعنا على المزيد من التفاصيل عن الجلسات المتخصصة للحوار الوطني والتي عقدت اليوم. أحمد، بعد التحية، ما هي أهم المحاور والأحاديث التي دارت في جلسات اليوم؟ نعم، يعني في البداية نحييكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث انعقاد جلسات الحوار الوطني المتخصصة. كان القائمون على الحوار الوطني والأستاذ ضياء رشوان قد أعلن أن هذا الأسبوع سوف يشهد عقد 6 لجان متخصصة بواقع لجنتين في كل يوم. بدأت يوم أمس الاثنين، كانت هناك لجنتان للمحور السياسي، لجنة المحليات والمحور المجتمعي، واليوم تعقد أيضا لجنتان هما ضمن المحور المجتمعي. اللجنة الأولى هي لجنة التعليم، واللجنة الثانية هي لجنة القضية السكانية. ويشارك في هاتان أو في هاتين اللجنتين عدد من الخبراء المتخصصين في سواء في مجال التعليم أو في مجال السكان والقضايا السكانية، بالإضافة أيضا للمقررين والمقررين المساعدين للجان والمحور المجتمعي. أما إذا تحدثنا عن أبرز القضايا التي كانت مطروحة على طاولة البحث والنقاش خلال هاتين اللجنتين، إذا بدأنا بلجنة التعليم فنجد أن كانت هناك توحيد قوانين التعليم قبل الجامعي في قانون واحد. كانت هذه هي أبرز الملفات والموضوعات التي تم طرحها ومناقشتها منذ تمام الساعة 12 ظهر اليوم موعد انطلاق هذه الجلسة المتخصصة، بالإضافة إلى استحداث مواد تخص الإدارة المدرسية وأيضا مناقشة مطالب المعلمين وأيضا تفعيل لجنة أو تفعيل نقابة للمعلمين. هذا فيما يخص لجنة التعليم. إذا تحدثنا عن لجنة القضية السكانية فسنجد أيضا شارك فيها مجموعة من الخبراء المتخصصين في القضايا السكانية وناقشت عدد من القضايا والمحاور. إذا استعرضنا هذه المحاور نجد كان هناك تشريع بتجريم الزواج لصغار السن، وأيضا إعادة مكانة المجلس القومي للسكان وإعادة تمويله وأيضا ومده بالمعلومات وإعادة تفعيل دوره بشكل أكبر لخدمة القضايا السكانية في الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى تدريس مواد خاصة بمخاطر الزيادة السكانية ورفع الوعي فيما يخص المخاطر الزيادة السكانية خاصة في مناطق الريف والمحافظات النائية. هذا بالإضافة أيضا إلى إطلاق عدد من المحفزات للالتزام بإنجاب طفل أو اثنين للأسر. وكانت هناك أيضا مجموعة من القضايا التي هي مستمرة حتى هذه اللحظة في مناقشتها سواء في لجنة القضية السكانية أو في لجنة التعليم، ومن المتوقع أيضا أن تستمر هذه اللجان للبحث والنقاش والخروج بمجموعة وجملة من التوصيات يتم طرحها على مجلس أمناء الحوار الوطني استعدادا لصياغتها وعرضها في النهاية على القيادة السياسية. ما زلنا نتابع معكم هذه اللجان. نعم. وماذا تخرج به في نهاية اليوم. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري.